قصة البنت اللي كان حملها مستحيل جدا وسبحان الله اتكتب كتابها وقبل الزفاف عمل تحاليل وعرفت انها مستحيل تحمل فلما كلمت خطيبها او اللي هو كاتب كتابه عليها وعرفت طلقها هنعرف تفاصيل الحدوته وازاي الست دي سبحانك يا ربي ربنا كرمها وحملت وخلفت ومش خلفت طفل واحد دول توام مع بعض تابعوني لاخر الفيديو عشان نعرف تفاصيل القصه الجميله دي على فكره قصه واقعيه وحصلت فعلا اه نسمي بالله ونبدا كلامنا بالصلاه والسلام على خير خلق الله اللهم صلى وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله كان فى بنت اتكتب كتابها فتعبت شويه وصفر وشها فرحت للدكتوره عشان تطمن فعملت تحاليل وفحوصات فسبحانك يا رب عرفت ان الرحم عندها مشقوق نصين تقريبا يعنى شكله كده مشقوق نصين فلما قامت وفاقت من اللي هي فيه فسألت الدكتور فقالت لها كده وضعك خطر جدا وفي استحالة ان انت يحصل لك حمل بالوضع اللي انت فيه طبعا البنت يا عيني خرجت من المستشفى وهي ماشية في الطريق كان كل اللي بيدور في دماغها هتقول لخطيبها ازاي وهل خطيبها هيسيبها وهي بتحبه جدا جدا انت بتعمل ايه بقت ماشية عيني عاملة زي المجنونة في الشارع فمسكت تليفونها واتصلت بيه فضلت تتصل مرة ما ردش مرة كنسل عشان كان مشغوله في شغله في الاخر رد عليها فقالت له كل حاجة فكان رده ليها صادم قال لها مش هقدر اكمل معاكي لان انا نفسي اكون اب وعايز ان انا لما اتجوز مراتي تحمل وتخلف لي طفلي واتنين طبعا اتصدمت لما عرفت ان خطيبها وحبيبها اللي كاتب كتابه عليها وخلاص فرحهم قريب جدا وكده ان هو هيسيبها جالها صدمة وذهول بقت مش مصدقة قعدت تقول له انت بتهزر صح انت بتهزر مش كده انت المفروض تقولي ميعاد جوازنا امتى المفروض تقولني هتبعتي صورتك بالفستان جبتي فستان الفرح ولا لا اصوري بيه وانا اختار الفستان الحلو عليكي مش معقوله ان انت هتسيبني فضلت البنت يا عيني جالها انهيار واتفاجئت فعلا ان جوزها طلقها البنت ما تحملتش الصدمه ووقعت مغمى عليها ودخلت في دور مرض شديد ولما فاقت لقت نفسها في بيت مامتها مامتها قاعدة بتطبطب عليها وبتبص راسها وبتقول لها فوقي فقعدت تعيط بشدة وتقول وتقول لمامتها تركني يا أمي سابني يا ماما وأنا في أشد الاحتياج ليه ازاي يا ماما يسيبني ده انا كنت بحبه وكان بيحبني وكنا خلاص فاضل على جوازنا ايام امها طبعا قعدت تهون عليها وتصبرها قالت لها معلش يا حبيبتي الصدمات بتيجي لنا قريب كويس إن كده حصل احمدي ربنا ان حصل كده دلوقتي انه يطلقك دلوقتي احسن ما كان يطلقك بعدين اكيد في أس... اكيد في سبب كده ربنا اللي عارفه بس مهما كان في اسباب انها بتمنع ان انت تحملي اكيد ربنا هيرضيكي في يوم من الايام البنت قعدت تعيط قالت لها طب انا ذنبي ان ربنا كتب عليا كده يا ماما انا ازاي يا ماما اعمل هعمل ايه يا ماما يعني انا عايش كده يا ماما عمري ما هخلف طب انا مش هتجوز ده اللي حبيته وكان كل حياتي سابني اما عارف ان انا مش هعرف اخلف خالص قالت لها يا بنتي ما تقوليش كده خليكي مع ربنا الامر كله بايد ربنا ارجعي بس فوقي ارجعي لربنا وادعي ربنا دايما وفوقي كده وارجعي زي ما كنتي قالت لي لا يا ماما بس انا بحبه قالت لها يا حبيبتي ربنا بس اللي يعلم مين الاصلح بحبك ده مين اللي ربنا مختاره علشان يكون هو الجدير بحبك واللي يحافظ عليكي واللي يتجوزك انت بس اصبري واحتسبي بأمرك لله احنا ملناش من امرنا حاجه احنا لازم نصبر على اللي احنا فيه ففعلا مرت ايام وشهور وتحسنت صحتها وحالتها النفسيه مع ان كان الحمل ليها مستحيل زي ما كانوا الاطباء والدكاتره بيقولوا بعد سنه كده اتقدم لها شاب اخلاقه كويسه ومتدين ولكن البنت رفضته رفض تام علشان خايفه ان هو يسيبها تاني زي ما خطيبها الاولاني سابها فسبحان الله اتقدم لها مرة تاني فايه لما تقدم لها مامتها زنت على دماغها يا بنتي طب اقعدي معايا يا بنتي طب شوفي المهم يوافقت البنت انها تقعد معايا وتتكلم معاه فالبنت صرحته قالت له انا انت ليه متقدم لي انا 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 مش هقدر اخلف انا لا استطيع الانجاب فكان رده عليها قال لها مش مشكله احنا هنتوكل على ربنا ربنا اللي بيمنع واللي بيمنح ربنا اللي بيمنع هو اللي بيعطي فهي البنت ردت عليه وقالت له طب ما تتجوز واحدة غيري واحدة تكون بتنجب وبتخلف ليه تستناني او ليه تشوف حاجة الله اعلم يكاد يكون الامل فيه معدوم فسكت شوية العريسها كده قال لها فضل ساكت فالبنت قالت له ازاي واحد عاقل يتجوز من واحده عاقر وهو عارف ان هي مش هتخلف. قام رد عليها رد حكيم جدا قال لها تقصدي ازاي عاقل ياخد باسباب البشر ويغض عينه عن اللي بيسبب الاسباب اذا كنت انت بتقصدي ده فسبحان الله اللي ربنا اللي خلق ادى زكريا ممكن يديني فالمهم البنت بعد جدال كده وافقت وتمت الخطبة وتم الجواز والزفاف وبعد أكتر من ثلاث سنين سبحانك يا ربي ما أعظمك حملت في الطفل الأول بسم الله ما شاء الله شعرت كأن الدنيا أشرقت بالربيع وإنها كأنها اتولدت من جديد وبقت مبسوطة وسعيدة جدا جدا وبدأت تحضر بقى ملابس الطفل مع جوزها وقعدوا يختاروا ده اجمل ولا ده اكمل وهيكون ولد ولا هتكون بنت طب هيشبهني ولا هيشبهك وفي قمة الفرحة بتيجي المصيبة الاولانية ان الطفل ما بيستمرش في رحمها اكتر من ست شهور ويتوفاه الله حزنة حزن شديد وقالت لجوزها بعد ما فائت طبعا خدت دور مرض وألم شديد قالت له مش أنا قلت لك مش أنا قلت لك في الأول أم رد عليها وقال لها ولئن صبرتم فهو خير للصابرين سبحانك يا ربي فهي ردت هي طبعا خايفة قالت له طب انت هتسيبني قال لها ايوة انا هسيبك انا كده خلاص هسيبك بس مش هسيبك غير عند الموت عشان ألتقي بك تاني في الجنة يعني مش هيفرق بيني وبين غير الموت وحتى لما الفتي ف... الموت يفرق بيننا هشوفك في الجنة قريب المهم مرة عام كمان وسبحان الله حملت للمرة التانية بس المرة دي بقى كانت خايفة قوي جدا فقررت ان هي ما تقومش من السرير كانت حتى بتصلي وهي, وهي نايمة يا دوبك تقوم واخد بالها من كل حركة بت... بتخطيها. وجوزها قعد يخدمها وقعد من العمل خد اجازه من الشغل وقعد هو اللي يطبخ وهو اللي ينظف البيت وهو اللي بيراعي امورها كلها لانه كان شايف في عينيها قد ايه هي مشتاقه لطفل وقد ايه حبها الشديد لرؤيه الطفل ده كان بيخليه مستحمل كل العناء والمشقه وبيصبرها علشان ربنا يا رب ايه يكرمهم هما الاثنين بالطفل ولكن برضو تيجي إرادة ربنا هنا والطفل يتوفى للمرة التانية في الرحم برضو بعد برضو ست شهور المرة دي بقى المرة التانية دي بقى البنت عيني اتجننت جالها نوبة من الحزن دخلت بقى في دور اكتئاب ودور بجد نوبة رهيبة من الحزن فجوزها قعد يصبرها ويطبطب عليها ويقول لها سبحان الله طب وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له وزكريا اذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين فاستجبنا له ومره يقول لها واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فاردنا ان يبدلهما ربهما خير منه زكاه واقرب رحمه وفضل يا عيني يصبرها بكل آية في القرآن وفي كل قصة يعرفها علشان يصبر قلبها ويقويها ويرجعها تاني إنها تقوى و... و... وتتخطى المصيبة دي ويصبرها ويكون قوي قدامها هو يا عيني كل ليلة يروح يبكي ويتضرع لربنا ويطلب بس من ربنا إن هو يرضيها هي. يعني تخيلوا بجد وفاء الزوج ده إن هو مش همه إن هو يكون أب قد ما هو بيقول يا رب إرضي مراتي يا رب أنا نفسي إن انت تكرم مراتي بطفل عشانها هي مش عشاني ففضل المهم الراجل ده يدعي ويصلي ويخدم مراته ويقويها واهمل شغله واهمل صحته ونومه بقى قليل جدا من كتر قيامه الليل عشان مراته لحد ما جسمه ضعف كتير من كتر البكاء والتضرع لحد ما في يوم بقى هي قامت من سريرها وعياها وتحسن صحتها فرائد شافت بقى بعينيها الضعف اللي حل بجوزها فقالت له بصوت كده متحشرك هو انت حصل لك ايه أمرت عليها قال لها كسر عكازي فردت عليه مراته وقالت له اي عكاز قال لها انت انت عكازي في الدنيا لما انت اصابك الالم وتعبتي ومرضتي انا انا اتسند على مين دلوقتي لما انتي اتكسرتي انا اتكسرت قامت ردت عليه وقالت له مش انا قلت لك في يوم من الايام بلاش انا تتجوزني اتجوز غيري عشان تخلف عشان تنجب قال لها اتتذكرين هذا السؤال قالت له نعم قال لها انا اتجوزتك عشان انا حبيتك عشان انا عايزه اكمل معاكي حياتي انا جيت لك انتي اتجوزتك انت عشانك انت مش عشان الانجاب انا اتجوزتك انت عشان تشدي ازري اتجوزتك عشان بحبك قالت قال لها اصبري قالت له اصبر ازاي قالت له اصبر ازاي وهعمل ايه دلوقتي قال لها اصبري بيقين وبثقه وبدعاء مضطر لقد كان في قصصهم عبره فليه ما تعتبري إيه؟ ليه ما اعتبرتيش من قصص الناس اللي حصل لهم وقصص الانبياء كان قصص ما شاء الله فيها عبره وفيها حكمه انا حكيت لك قصص كتير القصص دي عشان تعتبري وتاخدي حكمه من كل اللي حصل قالت له بس الحلق جف من الدعاء وانا مش عارفه هعمل ايه الله ربنا سبحانه وتعالى مش عايزك تعملي اي حاجه ادعي ربنا بيقين ربنا قال اذا فرغت فانصب والى ربك فارغب ربنا سبحانه وتعالى هيسوق إليك سحائب الخير هتصب عليكي الغيث صبة سبحانك يا رب ربنا قال ولم اكن بدعائك يا ربي شقيا دايما قولي اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها فردت عليه وقالت له طب ربنا فعلا هيكبرني ربنا هيستجيب رد عليها قال لها فعلا هيستجيب لا تيأسي من روح الله فسبحان الله فضل يقويها ويصبرها ويعينها ويقويها ويدعمها نفسيا ومر سنتين والبنت ما شاء الله حملت بالطفل الثالث ولكن المره دي ما شاء الله ربنا محى اسباب الدنيا عشان صبرها فعلا و... و... وتقواها هي وجوزها فوضعت طفلها الاول وخرجت الطبيبه من غرفه العمليات فارادت ان هي تطمن جوزها على صحه الجنين وصحتها فسال الطبيبه فقالت له قالت له انا مش عارفه ربنا سبحانك يا رب مراتك حمت ازاي واستمر حملها ازاي وازاي انجبت طفل بصحه جيده. على فكره انا عايزه اقول لك حاجه مراتك ما خلفتش طفل، دي خلفت طفلين انا مش عارفه ازاي حصل كده. ازاي تصدع القدر لاجلها؟ ازاي فعلا الدنيا اتشقلبت كده لاجل صبرها ودعائها. فرد عليه رد الزوج على الدكتورة وقال لها طب هي مراتي بخير دلوقتي اهم حاجة مراتي قالت له هي بخير هي في معاية ربنا انت انت فاكر ان معاية ربنا هتهجرها بعد ربنا ما جبر قلبها قالت له مراتك بخير بعد ما مراته فقت من البنج فشافت مامتها مبتسمة وقالت لها ألم أقل لك إن الله أعلم بمن هو الأصلح بحبك وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم ونحن لا نعلم سبحانك يا رب. قالت لها خلاص انت دلوقتي خلاص حامل في طفلين، ام لطفلين. سبحانك يا ربي ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم. بجد ما شاء الله سبحانك يا ربي قصه جميله جدا جدا في منتهى الروعه أم حملت والدنيا كده سبحانك يا رب كده اتغيرت من أجل دعائها ودعاء جوزها وصبرها وصبر جوزها واستحمالهم اللي محدش يقدر يستحمله سبحانك يا ربي لا تيأسوا من روح الله ربنا قادر ان هو يبدل الحال في لحظة وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم حبيبي في الله بتمنى يكون الفيديو عجبكم ما تنسوش تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب للقناة علشان قناتنا تكبر بيكم ان شاء الله يا رب حبيبي اه نختم كلامنا بأحب الكلام والذكر الى الله سبحانه وتعالى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. حبايبي في الله ما تنسوش تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان قناتنا تكبر فيكم ان شاء الله يا رب. اه نختم كلامنا ب بالصلاه والسلام على خير خلق الله اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله واشوفكم قريب في فيديو جديد اسيبكم في حفظ الله ورعايته في امان الله